أنا حاليا عندي أرقد في مستشفى ما يعادل حدود 30 مصاب في مستشفى العزل. احنا أكثر من مكان أكو لحجر المصابين وتلقي العلاج. يعني عندنا حاليا 4 مكانات في مستشفى في محافظة نينوى: مستشفى الشفاء ومقر منظمة أطباء بلا حدود، ومستشفى الكرفاني، ومستشفى السلام، تبعا لشدة الإصابة ونوع الإصابات. سوينا هذا التقسيم حتى يكون توزيع الجهد على باقي الأقسام، يعني دوائر صحة نينوى، وكذلك تبعا لنوع الإصابة اللي ممكن يتلقاها المصاب بفيروس كورونا. ما هو العلاج الذي يأخذونه للمرضى؟ احنا مستمرين نتبع التحديثات للبروتوكولات المتبعة من قبل منظمة الصحة العالمية، يعني لحد الآن الأزيثروميسين والتامي فلو والمقويات اللي هو الزنك والفيتامين سي، بالإضافة إذا كان أكو حالات شديدة ممكن إنه يستقبل الديكادرون والتام ديكادرون وكذلك الكسان اللي هو الهيبارين حسب شدة الإصابة اللي يعاني منها المريض. ما هي أعداد المدنيين من المصابين؟ احنا لاحظنا بالآونة الأخيرة إنه كان في بداية الأزمة معظم الإصابات اللي هم كانوا يكونوا من وافدين من غير محافظات لمحافظة نينوى، بدأت الآن تظهر إصابات عندنا في محافظة نينوى خاصة بين كوادر دائرة صحة نينوى. احنا رغم هذا يعني الأعداد متفاوتة، لكن رغم هذا احنا نطمن أهالينا إنه مهما كان الوضع إذا يلتزمون بالحجر المنزلي يعني راح نقضي على هذا الوباء. يعني حاليا نعيش موجة عالية من الإصابات، يعني الإصابات اللي بالعراق تجاوز أعداد الإصابات في الصين، لكن رغم هذا ما نفقد الأمل، نحاول أنه نلتزم بالإجراءات والتعليمات الصحية والالتزام بالحجر المنزلي، التزام بحظر التجوال، ممكن أن نقضي على هذه الموجة العالية من الإصابات. ما هو عدد المصابين من الكوادر الصحية؟ والله إحنا تقريبا الإحصائية المسجلة إلى يعني تجاوزت ال20 شخص من الكوادر الطبية مختلف، يعني من أطباء إلى كوادر تمريضية وكوادر وسطية هم يتلقون علاجهم. طبعا احنا ما اكو فرق بين انه كادر طبي او شخص عادي، هو كلنا نعتبره مريض، والعناية اللي يتلقاها بنفس المستوى ان شاء الله. لكن احنا نقول كوادر طبية معناته انه مدى تفاعل المستشفيات مع في التعامل مع هكذا اصابات. كلمة توجهها للمدينة أطمن أهالي في محافظة نينوى، احنا حاليا دنمر بموجة عالية من الإصابات، يعني يوميا حسب الإحصائيات المسجلة في وزارة الصحة يتجاوز 2000 مصاب يوميا. بالرغم من أن محافظة نينوى هي أقل عدد إصابات عن باقي محافظات القطر، لكن رغم هذا احنا جزء من هذا جزء من العراق كاملة، فممكن أنه تكون الإصابات عالية لدينا إذا لم نلتزم بالتعليمات والتوجيهات الصحية. فأوصي أهالينا التزام بالحجر المنزلي، التزام بالتوجيهات، لبس الكمامة ولبس الكفوف. إن شاء الله نتعاون يد بيد حتى نقضي على هذه الجائحة.